السلام عليكم اصدقائي، مرحبا بكم في فيديو جديد. كما كتعرفوا كنهضروا على التليفونات بزاف، وبغينا نبدلو شويه باش نحيدوا الروتين ديال التليفونات. بغيت نبدا واحد السلسله جديده على لاشين ان شاء الله. هذه السلسله غادي نبقاو نجيبوا فيها شي تويشيات، شي اجهزه اللي ذكيه ولكن بعيده على التليفونات، ونقدروا نستعملوها مع التليفونات اللي نقدروا نستعملوها في الديور ديالنا، نقدروا نستعملوها المهم شي حاجه اللي نستافدوا منها. وإلا عجبتكم هذه الفكرة هذه وبغيتوا هاد السلسلة تستمر، قولوها لي في التعليقات باش نبقى نديروها كل شهر ولا كل شهرين، المهم الوقت اللي بغيتو. اليوم جبت لكم واحد الجهاز اللي هو زوين بصراحة، كنت شريتو شحال هذه قبل الحجر الصحي، قبل ما تبدا كورونا، ومع الحجر الصحي وكورونا تعطل بزاف، كنت خديتو من بنغود المهم تقريبا شي 4 أشهر عاداش وصل. المهم ما عليناش، هاد الجهاز هذا كنت شفتو عجبني صراحة، جهاز زوين، كيمكن ليك تركبوه، يمكن لكم تركبوه في بلاصه لانكاسه ديال الضو، وكيتربط مع التليفون مع طريق واحد التطبيق ديالهم، وكتبقاو تحكموا في الضو غير بالتليفون، تطفيو الضو وتشعلوه، تعمروا الوقت شحال ديال الوقت في الابليكاسيون، شحال ديال الوقت باش يطفى الضو. مثلا بغيت تنعس مع 12 دير ليه مع 12 يطفوا البولات كاملين. اللي عنده المساعد الصوتي ديال جوجل ولا اليكسا ولا فيه وركويد امازون اليكسا وجوجل اسيستنت كيخدم معاهم بجوج، يعني عن طريق الصوت فقط. المهم جهاز اللي زوين بصراحه، واليوم بغيت نشارك معكم التجربه ديالو، وغادي نحاولوا نلصقوه دابا ونشوفوا كيفاش غادي نربطوه مع التليفون الى غير ذلك، ونتحكموا في الضوء عن طريق التليفون. المهم بلا ما نطول عليكم اكثر، يلا نشوفوا كيفاش غادي تتم هذه العمليه. هي راه بسيطه جدا، غير حبيت نشاركها معكم وصافي. طبيعي الحال اشتركوا بالقناة الى مازال ما مشتركين، ودعموني بلايك. يلا وقبل ما نبداو، هذا هو الحساب ديالي في الانستغرام اصدقائي، اللي عنده اي سؤال يدخل يصيفط لي فيه وغادي نجاوبه في اقرب وقت ممكن. وما تنساوش تتابعوني باش تعرفوا على الجديد وعلى التفاصيل كما العاده. ورجعت لكم اصدقائي من جديد، واول حاجه نديروا الابليكاسيون اللي كيجي مع هذا التطبيق، عفوا مع هذا الجهاز، يتيليشارج في التليفون باش ما نتعطلوش. سميت التطبيق غادي تلقوها في الكتاب اللي كيجي مع الجهاز، سميتو ايوي لينك. نديرو ليه انستال، نخليو التطبيق يتانستالا. كما كتعرفوا هذه هي البولا، هذا هو الخيط اللي كيكون البولا. مثلا هنا فين كتكون لانكاسه كنت بغيت نديرها تما، ولكن خصني نقطع الضو على الدار كامله، وما غاديش يمكن ليا نصور، غيكون ظلام، داكشي علاش وليت جبت غير نعطيكم تجربه غير هكا. خصني مقص، جبنا المقص هذا ماشي مقص من جد، نقطعو هذا هنا، هنايا هو اللي غادي نديرو في الفريز. هاد الجهاز فيه بلاصة ديال المدخل ديال الكهرباء، وبلاصة ديال المخرج. البلاصة ديال المخرج سميتها إن بات، والبلاصة ديال المخرج أوت بات، راه مكتوب كلشي هنايا. ساعد داكشي ماشي شي حاجة اللي صعيبة. دابا لصقنا الضو هنا، ولصقنا هنا المدخل ديال الكهرباء والمخرج ديال الكهرباء. شوفوا التطبيق واش تانستالا، التطبيق تانستالا. غادي نفتحوا التطبيق، ندخلوا الدوله، ندخلوا الدوله اللي حنا فيها، وندخلوا الايميل اللي كاين في التليفون. هنا غادي نديروا الكود ديال الفيريفيكاسيون اللي غادي يجينا الايميل، وهنا نديروا المود باس او الباسورد، اي باسورد اللي المهم تعقلوا عليه. دابا التطبيق موجود، غادي نركب البريز ديال البولا. كما شفتوا دابا ركبنا البريز، وبدات كتشعل واحد البولا هنا وكتطفى خضراء. غادي نطوع على هذا في 5 ثواني حتى تولي طفى وتشعل بالزربه.
شتوها دابا ولات كطفى وتشعل بالزربه. دابا غادي ندخلوا للتطبيق ونديروا اجوتي لهذا الجهاز. غادي ندخلوا الكود ديال الواي فاي هنا اللي مكونيكتين به. بعد ما دخلنا الكود الواي فاي نديروا اوتوريزاسيون لابليكاسيون. تسناو واحد 3 دقائق تقريبا باش يتكونيكتا التليفون مع الجهاز. كما شفتوا التليفون او لابليكاسيون تلاقى الجهاز تكونيكتا معاه. دابا يمكن لينا نطفيو ونشعلو الضوء من التليفون. طق طق، صراحه الجهاز اللي رائع. وكما قلت لكم الناس اللي معكازين وفيهم ماينود يصلح ليهم، ديروا في البيت ديال النعاس، ديروا في لانكاسا، انصالي الابليكاسيون تاع تبغي تنعس مع راسك، كدير لها طق شعلات طق طفات وسالينا بلا ما تبقى تنوض كدا وكدا. بغيتو تعمروا الوقت ولا شي حاجه دير مثلا من بعد 5 دقائق وطفى، ولا من بعد ساعه، ولا اي وقت بغيت ديروه كديروه هنا فيه العداد، دير ليه الوقت يبقى يحسب حتى هو ويطفى. المهم جهاز لي زوين بزاف. كما قلت لكم في الاول يمكن لكم تربطوه مع اي مساعد صوتي وتحكموا في الضوء غير بالصوت. يمكن لكم تستعملوا هذا الجهاز في جميع يعني الغرف اللي كاينين في البيت ديالكم، وكاينين اجهزه اخرين اللي يمكن لكم تستعملوا غير جهاز واحد بلا ما تستعملوا بزاف ديال الاجهزه وتحكموا الكهرباء كامله. الى عجبتكم هذه الحلقه وبغيتوا فيديو بحال هكا قولوها لي في التعليقات ودعموني بلايك، وما تنساوش تشتركوا في القناه اهم حاجه. اللي ما مشترك يشترك ويفعل الجرس باش يوصلوا ديما الجديد. شكرا على المشاهده والسلام عليكم.